احمد النوري اللي هو اللي ورا ابو عبد الله، اللي هو ورا ابو عبد الله. حد عنده اسئله ثانيه؟ معلش انا كنت هنا فيه خالص. هو طبعا احنا متوقعين ان احنا خلاص مش غير وجامعه خلص يعني. طب تعرف عنده عشرة. عنده مزرعة وعنده مزرعة. ممكن تأثر تأثير. إيجابي أو تأثير سلبي. لو كان أصل التغذية مش مظبوطة. أيوة. سامع حد بيتكلم لسه. إحنا تأخرنا ساعة وشوية عشان نتكلم. خلاص مش أنا يلا ماشي. ممكن يكون عندي فيها أثار سوسيولوجية. هنتكلم عن الحاجات المهمة فيها اللي بتعنينا. ممكن أنا أستغل التغذية أو العناصر المعدنية في إن أنا أحسن المقاومة داخل النبات، أو لو أنا صارت لها غلط فأنا هزود الإصابة بالفطريات اللي بتعمل لي مشاكل أمراض النباتات. ممكن أأثر على البناء التشريحي أو الاستراكشر بتاع الخلايا بحيث يزود لي المقاومة للفطريات اللي بتعمل لها أمراض. ممكن اصلا اثر على المسبب المرض بطريقه مباشره، ممكن اموته بطريقه مباشره من خلال استخدام بعض العناصر دي. هنشوفها مع بعض ان شاء الله. الحكايه بدات لو احنا اصلا شايفين كده مع بعض ان في صديق استاذ التغذيه اهتم ببرامج التغذيه، كان بقى مزرعه مع سكانا، فلقيت برامج التغذيه قويه جدا، بحيث فعلا يغير المفروض يشتغل بتاعنا في المزرعه. وبعدين دعاني ورحنا لقينا اصلا شكل الشهر زي ما احنا شايفين كده دوت عندنا النموات اصلا ضعيفه خالص، مفيش حاجه كويسه. لو شفنا حاجه ثانيه مثلا مفيش تقريبا اوراق من اوراق مختزل، النموات فوق ضعيفه. لو احنا بنتكلم عن فتره تقريبا وموجود عندنا العناقيد، فتره العناقيد موجوده بنتكلم عن نقطه نزول ميه تقريبا وما عندناش نموات كويسه. هو اصلا بيستخدم برامج تغذيه الشجر وعلى النبات يكون مش كويس، ومحصول على المحصوله يكون مش كويس. اول حاجه بتاثر على برامج التغذيه عفان البذور والنباتات، سواء عفان البذور او الفطريات اللي بتسبب الذبول الشجر او الاصابه بالنباتات. لو انا بدات ابص دلوقتي النبات عندي في عندي عفان، في جذر فيه عفان مفقود، يمكن احنا شايفين بعض البذور سودا اللي احنا شايفين من اهوت. ممكن الاقي فيه عندي تلون احمر في الجذر من جوه، في البذور الاساسيه كبيره في تلون احمر في الداخل في الخشب بمعنى اصح. ممكن الاقي كمان فيه عندي بذور شريبة اصلا متهسكه ومتعفنه وتقريبا مش موجوده. المفروض الحاجات دي كلها اعراض بتاعت اعراض فطريات بتاع التربة. ممكن يكون فوزاريوم اساسا اللي هو عامل التلون الاحمر في داخل الخشب. ممكن يكون عندي فيه حاجه زي الفاتوسرا زي ما انا شايف ان هو ممكن الاقي فيه تلون في منطقه اللوحاء بشكل غامض جدا، والطرف من بره اصلا بتاع الاسود تقريبا القشره كلها سوداء، ده نتيجه الاصابه بالفطريات الفوزاريوم. الاصابه بالفطريات عفان البذور مش هتحصل الا اذا كان عندي فيه بعض الاسباب هتكون موجوده. دايما احنا بنقول ان لما يكون عندنا عفان بذور او ذبول يبقى في عندنا اصلا في زياده في ماء الري. ودايما الناس تسال طب زياده في ماء الري يبقى ميه طريه قد ايه؟ يعني انا المفروض ادي قد ايه؟ هو الموضوع مش كده. مش الموضوع مقارنات الميه قد ايه اللي ما تخليش عندي عفان بذور او مشاكل في فترات التكوين للذبول. المشكله الاساسيه ان كميه الميه اللي انا بديها انها اصلا تقف في الارض ما تمشيش في الارض. طالما الميه اتمسكت على الارض يا يعني اصلا برود عند العفان ما تحصل. الحاجات اللي بتمسك في الميه في الارض ممكن يكون عندي حاجه بتزداد زياده في برامات الصوديوم. لو اصلا تركيز زياده في الارض هتمسك الميه وبالتالي اي كميه ميه انا بديها بالتالي موجوده حوالين البذور، فده يسبب لي مشاكل عفان البذور والزهور. لو عندي زياده في ملوحه التربه، زياده الملوحه اصلا برضو تعمل تهتك في الجذر في الجذر الشعريه، بتعمل تاكل في الجذر في البذور اسف. التاكل دوت اصلا عباره عن مدخل قوي جدا للفطريات مع اي ميه بتبقى موجوده بسبب فطريات ترفع على طول. اذا انا عندي ترمصه معيه هيكون عندي في مشكله عفان بذور وذبول. لو عندي اصلا روح عاليه هتكون موجوده نفس المشكله. لو عندي لما تقدر تعقد البذور هي اصلا معروف ان في علاقه بينها وبين الفيزاريوم، فبتشيل فطر الفيزاريوم معاها وتدخله هو البذور بتاعتنا، وبالتالي الحاجات دي كلها بتقفل لي مسار الميه داخل النبات. اي برنامج تغذيه انا هعمله هو اصلا مسار مقفول مفيش اي استفاده منه. عشان احسن حتى النبات في حاله زي لازم انا
ابدا اتحكم او انا من امنع الاصابه بهذه الفطريات دي. انا عشان انا اصابه محتاج ان انا اتخلص من اسباب حدوث هذه الاصابه، وفي نفس الوقت ايه اللي انا اعمله عشان احسن بعد كده. الشكل المباشر يكون عندي علامات ظهور، يبقى في عندي ممكن يكون قفل في الخشب، قفل في مسار الميه نتيجه افرازات بيفرزها الفطريات ديت زي الجوزاليوم، بيمد التصمغات، بيقفل مسار الميه او بيفرز توكسينات، بيخلي اصلا قفل مسار الميه او بيفرز التوكسينات دي، بتعمل عمليه تخليل لبعض العناصر زي المكنه احنا كاتبين حديد وزنك ومنجنيز ونحاس وبورون. الحاجات دي كلها اصلا بيخلي الفودر اللي اصلا بيلبس حاجات بتمسكها، وبالتالي ما تبقاش متاحه النبات، لان اعراض نقص العناصر. عشان كده بتصير اول لما بتلاقي ان عندك فيه اصابه بعفن الجذور او الثبور، بتلاقي فيه اعراض الثبور بدات من فوق، اعراض العناصر بدات على الشجره من فوق. نفس الكلام دوت، نفس الافتراض بتاعتنا ديت اللي ممكن تعمل لي مشاكل عفن الجذور، هي ممكن تعمل لي تاثير على العناصر ديت في الطور ذات نفسها خلال من صوره متاحه لصوره غير متاحه. ونقطه غايه في الاهميه، لان عندنا الفطريات احيانا دورها عشان تعمل المقاومه انها تخلي المركبه ديت تخليها مش متاحه، بتخليها شكل معقدات، ما تدخلش داخل النبات بسهوله عكس ما كنا نتوقع، وبالتالي بتخلي فرص انها تعمل العدوى في النبات اصلا بتزيد كمان يعني. عشان كده كانت كلمه سبريسر سويل، سبريسر سويل اصلا معناها ان ممكن يبقى عنده التربه هي بطبيعتها مثبطه للفترات اللي بتعملها عفان جذور. وده معروف علميا كويس قوي، ان انت اصلا في شجره تحطها في ارض ما يحصلهاش عفن خالص بالاطلاق، وفي شجره تحطها نفس الشجره تحطها في ارض ثانيه يحصلها عفن. نتيجه فقط ان الارض ديت هي سبريسيف سويل، معناها انها في ارض مثبطه للفترات اللي بتعمل عفن الجذور او بتعمل الذبول. وبالتالي سبريسيف سويل دي اصلا بيكون فيها كميه العناصر اللي هي مكتوبه عند حضرتك ديت، الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورو، بيكون اصلا متاحه بشكل كبير جدا. لو هي مش متاحه الاقي ارضك ما بقاش سبريسيف، ودي برضه هي اصلا بتكون متاحه بتساعد العناصر لما تكون متاحه بتشجع الماكرو فلورا اللي موجوده في التربه اللي هي مثبطه للفطريات انها تشتغل. اذا معنى كده انا عندي العناصر ديت لها اكثر من دور. لو هي اصلا اتمسكت هيبان لي اعراض نقص العناصر ديت على النبات من فوق، وفي نفس الوقت لو ممسوكه بيخلي لي نشاط الميكروبات اللي هي بتنفعني في المكافحه الحيويه، انها اصلا هي نفسها ما بتشتغلش كويس، وبالتالي الفطريات اللي هي الممرضه بتبدا تشتغل بشكل كويس. اذا دورنا انا في حاله زي ديت ازاي اصلا نمد النبات، سواء عن طريق حقن في التربه او عن طريق رش، عشان نقدر نحدد نحل هذه المشكله. يعني ممكن احقن في التربه هذه العناصر، وممكن ارش في التربه على الاوراق هذه العناصر، ودي برضه نقطه من الحاجات المهمه. لو احنا جينا نبص كده على بعض العناصر زي الحديد مثلا والمنجنيز ودورهم اصلا في النبات والبور والكبر، الحاجات اللي انا من شويه اصلا معظمها بيتمسك، هتلاقي ان في اصلا اكثر من عنصر فيها دور اساسا مساعده في عمليه التخدير. اذا المشكله عندنا كمان هذه العناصر تكون مش متاحه، ان فرص ان انا اصلا ان انا انشط تكوين الدور اصلا في النبات بتكون كمان اقل. اذا برضه ده بينبهنا حاجه ثانيه، انا يعني محتاج ان انا وانا بقاوم فطريات مسببه لعفن الدور الذهول، محتاج احل المشاكل اللي هي ادت لحدوث هذه الاصابه، محتاج احل عناصر هي اصلا بقت ممسوكه دي عناصر متاحه. وفي نفس الوقت عناصر تكون الجذور، ايه المعاملات اللي ممكن تنشط لي تكون الجذور؟ طبعا في السوق هتلاقي فيه مركبات كثيره، يعني كلام مش عايز اتكلم عن مركبات، انا عايز اتكلم على الاساس العلمي بتاع الامور. انا محتاج ان انا احل مشاكل العناصر اللي ممكن تكون ممسوكه ديت، محتاج احل مشاكل الملوحه، اي حاجات ثانيه احل مشاكل الملوحه المفروض اشتغل فيها. طبعا في حاجات كثيره ممكن الاخوه يتكلموا عنها، لكن مثلا يعني بيكون منها حاجات زي الاحماض عامه، سواء معدنيه او احماض عضويه ممكن تساعد في حل هذه المشكله. ليه بقول ممكن اصلا نحن في التربه ممكن نرش؟ لان احنا اصلا متعودين كناس في التغذيه ان احنا اساسا كل ماده العناصر للنبات عن طريق الحقن في التربه. دايما احنا ناس في التغذيه بنفكر ان اصلا مدخل العناصر الاساسي للنبات هو الجذور، زي مدخل الغذاء الانسان هو الفم، فم النبات هو الجذر بتاعه. لكن الشريحه اللي قدام حضرتك دلوقتي هدف فينا نقول ان عندنا عناصر كتير جدا حتى لما بتترش فرص انتقالها من خلال الرحاء بتنتقل لبقيه اجزاء الشجره حتى توصل للجذور بشكل كويس جدا، لغايه الدرجات اللي موجوده عندنا في حاجات بتنتقل بشكل كبير جدا، يعني كميات كبيره، في حاجات بتكون اقل او متوسطه، في حاجات اقل. بنتكلم بوتاسيوم، مغنيسيوم، فوسفور، كبريت، نيتروجين،
كلورين صوديوم، الحاجات كلها بتخلص من داخل الوحاء من خلال الوحاء الى جميع اجزاء النبات فوق وتحت، بتكون اصلا عاليه جدا. ودي نقطه مهمه جدا برضو، حدائق بيتكلموا عن حركه العناصر وحركه المركبات ايا كانت هي ايه، بنقول دايما بتكون من تحت لتحت فوق، ودايما بنقول عن طريق الوحاء من فوق لتحت. لو عن طريق الوحاء غالبا بتكون اصلا كل الاتجاهات مش من فوق لتحت فقط يعني. ده يدينا فكره، انا اصلا لو رشيت كالسيوم والنسم في اي وقت هيحصل له امتصاص وهيحصل له انتقال لاماكن مختلفه، عكس ما هو شائع عندنا ان في فترات ما اقدرش ارش فيها كالسيوم ومغنيسيوم والحاجات دي. هتلاقي الكالسيوم والنسم لهم دور قوي جدا ودور مهم، واحنا ماشيين هنشوف الكلام ده. النيوتراد من الحاجات اللي بتاثر لي برضو على العناصر وظهور اعراض على الشجره من فوق. عندنا النيماتودا البداية أصلاً لما كانت بالتحديد عن النيماتودا تعقد الجذور هي الأساس عندنا في العنب. النيماتودا أصلاً ديت بتعمل له عقد، ممكن نشوف العقد بالشكل ديت، الحاجة البيضة اللي قدامنا اللي احنا شايفينها هنا اهوت. دي مثلاً عقد بتاعت النيماتودا. ممكن نشوف عقد بالشكل دوت تكون أكتر، ممكن ألاقي أصلاً في تورمات أو تضررات على الجذور بهذه الطريقة. كل ده أصلاً هي أعراض النيماتودا تعقد الجذور. احنا هنتكلم عن التحليل، فلازم تحليل الظروف ولازم تحليل الظروف في كل الاوقات، لكن التحليل في ندوه حاجه ونص ساعه وكلمه. التحليل اصلا مهم جدا ان انا اكون فاهم ان الارقام اللي هتجي لي في التحليل متاثره بمجموعه من الاشياء. يعني انا لو حاجه اخد عينه من التربه، اخد عينه من المزرعه عندي وابعتها لمعمل التحليل، هتجي لي مجموعه من الارقام. الارقام دي في كده قليله، اهميه رقم تطبق على ايه؟ على عوامل كتير. منها انا خدت العينه منين اصلا؟ خدت العينه من على رش الارض ولا فشطت رش الارض 6 او 10 سم او 15 سم، واخدت بعد كده عينه من بعديها، خدت عينه اصلا من تربه جافه ولا تربه اصلا فيها كميه ميه بسيطه. بعد ما خدت العينه طلع عضل الشمس او عضل درجه حراره او خليت العينه كيف، دي كلها حاجات بتقلل تعداد النيماتودا. يعني ممكن يجي تعداد النيماتودا في رقم قليل هو رقم تعداد غير حقيقي. عامل تاني ممكن اصلا يكون عندي النيماتودا اصلا كانت كتيره في الارض، لكن نتيجة نقص كثيرة على الشجرة نفسها وعلى الجذور خلى معدل نمو الجذور ومعدل نمو الشجرة هو ضعيف، وبالتالي بدأت النيماتودا تهاجر الشجرة وتروح لمكان أصلا فيه نمو قوي. فأحيانا ألاقي إن تعداد النيماتودا أصلا قليل رغم إنها عاملة تصرف كده على الشجرة، وألاقي إن الشجرة أصلا قوية جدا وتعداد النيماتودا أصلا فيها كبير، وده أصلا شيء طبيعي. مش شرط إن النيماتودا أصلا بقى تعدادها قليل بقى ما عنديش مشكلة، ولا إن التعداد بقى كبير بقى عندي مشكلة، حسب المكان اللي أخدت منه العينة وطبيعة الشجرة اللي فيه عاملة إزاي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ ماشي. في دول كتيره جدا بتشتغل على مكافحه النيماتودا عن طريق انها بتقوي الجذور، تنشط معدل انتاج الجذور. وده بنقول ان في تنافس عندنا ما بين معدل نشاط الجذور او معدل تكوين الجذور ومعدل نشاط النيماتودا التحليل. لو انا قدرت ان انا اكون جذور بشكل قوي جدا ما عنديش مشكله في النيماتودا لحد كبير. لحد كبير يعني ما زال التعداد عم نتكلم حتى يمكن 2000 حتى ممكن اتحمل هذا الكلام، مش يكون عندي حجم جذري يكون قوي جدا. اذا المشكله عندنا في العينات تحليل النيماتودا ازاي اقرا التحليل بما يتناسب مع المزرعه عندي ومع المكان اللي انا خدت منه عينه بالتحديد. مش موضوع ان ليها نسب عاليه ونسب صغيره، ممكن تكون نسب صغيره لكن اصلا في مردود ليها قوي جدا. انا بتكلم عن تعقد الجذور برضه بالتحديد. الحقيقه الميثود ده ممكن اعرفه عن طريق ان ابص على التربه ذات نفسها، ممكن ابص على النمو الخضري، ممكن ابص يعني انا لو بصيت على الشجر من فوق ممكن اعرف ان في نيوتون عندنا في الجذور تحت ولا لا. في عندنا بيكون عندي احيانا بلاقي ان في سلاميات اصلا بتكون صغيره جدا، سواء بقى بتاع السنه دي او بتاع السنه اللي فاتت. يعني بشوف يعني الاصوات السنه دي ولو الاصوات القديمه انا ممكن اعرف بسهوله ان السنه اللي فاتت كان عنده مشاكل موجوده ولا ما كانش عنده مشاكل موجوده. في عندي الحقيقه لو عندي في نقص بذات موجوده او في نقص ميه بيديني مظهر التعليق على الاصابات بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هو بيكون عندي في السلاميات بتكون صغيره اساسا. طالما في موجوده فالسلاميات اصلا بتبقى صغيره، طالما في موجوده فحجم قطر الورقه بتاعت العنب اصلا بيكون حجمها صغير. يعني دائما طالما في نيماتودا في عند قطر الورق صغير، طول السلميات قصير، وحجم الحبات اصلا ما بيكبرش عندي. لو في نيماتودا ومع في نقص ميه بالتالي ممكن يكون عندي فيه مشاكل الزجزاج، لازم انا الاقي مظهر النمو بتاع العنب في شكل السلميات فيها زجزاج. اما عندي نقص ميه يا اما عندي فيه مشكله نيماتودا يا اما في عندي الاثنين مع بعض. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن اشوفها من فوق اعرف اذا كان عندي فيه في الارض فيه نيماتودا ولا لا. ممكن الاقي اصلا الورق قصير بالشكل دوت، لو لقيت اصلا الورق قصير والمزار اخضر فانا عندي المشكله مشكله النيماتودا فقط. ده اصل الموضوع. لكن لو عندي اصلا في اعفان جذور لوحديها
هلاقي ان في اصفرار على الاوراق. لو انا لقيت عندي فيه زي حاجه زي ما انتم شايفين دوت، في عندي اعقام بذور، في عندي بذور فيها سودة زي ما حضراتكم شايفين، وفي عندي بذور اصلا فيها تورمات او اورام، دوت يبقى الاقي العرضين بتكون موجودين، الاقي فعلا في استراميات ورق صغيره وحجم الورق اصلا صغير واصفرار في الاوراق كمان مع بعض. اذا انا اصلا شفت الورق استفسار في الورق كتير قوي، الناس تفكر طالما في استفسار يبقى في عندي مشاكل نماتوت. لا، طالما في استفسار يعني في عندي مشاكل فطريات عامله اعقام بذور او عامله تربوت. لكن عشان يكون بنتكلم عن نماتوت يعني بنتكلم عن قصص سلميات مع صغر حجم الاوراق مع نفس لون الورق بيكون اخضر زي ما هو. الكلام دوت معناه ان انا محتاج ان انا اعالج مشاكل الفطريات ومشاكل او مشاكل نماتوت. وزي ما اتفقنا ان لو انا اصلا فكرت مبدا ان انا ازاي انشط تكوين البذور انا بحل مشاكل اصلا بشكل كبير. اول علاج المتودة ممكن يكون اصلا تنشيط البذور، ممكن عن طريق ان انا اقلل البي اتش. المتودة اصلا ذات تكاثرها اساسا ان بيكون بي اتش اعلى، كل ما زود البي اتش فرص تكاثر المتودة بتبقى كبيره جدا. اذا انا اصلا عملت تنشيط البذور مع تقليل درجه البي اتش انا بقلل نشاط المتودة في التربه، وده برضه من العوامل احنا اصلا ما بننتبهش ليها كتير. في مستخلصات حيويه كتيره جدا زي اصلا حاجه زي مستخلص الثوم، حاجه طالبه من المتودة، في نباتات كتيره بتنزلها بتساعد على اصلا انها تكون طالبه لغازات بذورها بتساعد على طرد النماتودة. كنا بنتكلم على الثوم وعلى البصل وعلى القطيفه، لكن في النهايه الثوم والبصل ممكن يستعمل في الوقت، لكن مشكلته ان هو اصلا بجاذبات هذه المحاصيل بتاعتي كويس قوي التريبس، وبالتالي لو انا اصلا سبتها لحد يبقى عندي فيه نموات اللي انا سبتها يبقى انا بزود التريبس على النموات. بس لو انا عملت حاجه كده بتخلص منها قبل ما ابدا النمو العنب بعد كده عندي، وبعدين نموات نموات النموات زي ما احنا عارفين. Yeah.
يعني يمكن الحاجات دي معظمها اصلا بيتمسك على طول العناصر، يعني معظم العناصر العناصر اللي هتتكلم عليها دي هي ليها دور في مكافحه المريض ذات نفسه، لما هي اصلا بيكون عندي اختراق بتمسكها انا بزود مشاكل، الاختراق هنا بيخش تعمل له امراض وفي نفس الوقت بخلي الاعراض بتاعت الاعصاب بتبان على النبات بشكل كبير. بعض هذه المركبات بتدخل بعض كبير طبعا عشان تخش الاعمال الامنيه وتدخل بروتينات، البروتينات اصلا دي لها دور في المقاومه. في نفس الوقت بتساعد على هروب النبات العائد المصاب بسبب ان هو بيساعد في قوه النمو نتيجه امتصاص كتير من العناصر. الكبريت من الحاجات اللي هي مهمه جدا انا ممكن استفيد بيها سواء عن طريق خطوة على التربه او حتى على وش التربه اثناء الخدمه او حتى في خلال الموسم ممكن تضيف على وش التربه بتستعمل لي يعني كتير او من الفطريات بيحصل لها عن طريق غسيل الكبريت وكتير قوي من الحشرات بيحصل لها اصلا عن طريق انها تعتبر كماده طارده لبعض الحشرات. طبيعي كبريت ممكن يكون قبل الزراعة، ممكن يعملوا معاهم التربة، ممكن أثناء نمو النبات رشة أو تأثير، متعودين على الكلام دوت في العنب بشكل كبير، ممكن أدخله عن طريق الأسلوبات اللي بتكون موجودة عندي في الكارتين بتاعت العنب، وممكن عندنا مركبات كتيرة جدا بيوصل فيها عنصر كبريت، يعني ساعات بننتبه إن أصلا المشكلة والميزة في العنصر التاني، الحقيقة الميزة في العنصر الكبريت مع العنصر التاني، بنتكلم عن مزيج الضوء، عن كبريتات نحاس، بنتكلم عن الجير في نفس الوقت، بنتكلم عن يبقى عندي نحاس وعندي كبريت بالتحديد. لو بنتكلم عن سيرة سلفات الكي تي اس او بوتاسيوم سيرة سلفات دي دور مهم جدا في مقاومه العرقان في العنب، ممكن دوت هنشوفه بعد شويه، وممكن يخش في مركبات الضوء زي سيرة سلفات الكي تي اس يمكن احنا اتكلمنا عنه مع حضراتكم من سنين طويله جدا وعرفنا الناس دور الكي تي اس من اكثر من أكثر من 10 15 سنة نتكلم فيه، وفعلا الكي تي اس هو أصلا هو ملح بيتحط في المية أصلا، هو أصلا بيجيب له محلول، هو أصلا طلع أصلا أكسيد الكبريت بسهولة أحد منتجاته. لما بعامل فيه النبات سواء نبات أو يعني مجموع قمري أو حتى ثمار هو بيقتل الجراثيم بشكل مباشر. إذا ملح الكي تي اس هو ملح شكله ملح ملوش اثر متبقي ملوش اي ضرر، ولكن هو بيموت جراثيم الاستشفاء بشكل مباشر. واحنا هنا اصلا ليه تاثير كبير جدا على الكوترايتس بالتاكيد وحتى على البادي دي في نفس الوقت. ده من الحاجات اللي ممكن بتفيد معانا. الحاجه الثانيه اللي انا بقولش في الجينات هو برضه بيديني دور تراكم بعض جينات المقاومه داخل النبات، ودي برضه حاجه مهمه جدا. في مركبات انا بشرها زي ما كنت بتكلم في الكبريت او بتساعد ان هو يكون لها احماض امينيه وبروتينات دفاع الكبريت الاساسي، هو اصلا رش الكي تي اس برضه بيساعدني بالاضافه ان هو بيقتل الجراثيم بشكل مباشر وبيحسن المناعه داخل النبات نتيجه ان هو اصلا بيكون بروتينات للمقاومه داخل النبات. وكان بدي لحضراتكم بعض الاسئله بتاعتها اللي هي مهمه جدا في نظري اللي هي الاتنين ريسبونس فاكتور. ده بقى ببساطه لما انا برش حاجه زي كده انا باثر على تكوين الاتنين ذات نفسه. لما يكون عندي سطريه بتنشط انتاج الاتنين الغلطه انا اصلا مش مرغوب ان هي في نفس الوقت الشفافه بسرعه، فانا محتاج اوقف الكلام ده. في عندنا حاجات تانية زي امبوليك الكترونيز ودوت هنشوفه شويه بعد شويه ان شاء الله نخش نتكلم عن الكترونيز اكتر، وهنشوف الناس ليه دور اصلا في ازاي نوقف الانزيم دوت ودور اصلا الانزيم في الاصابه بيكون عامل ازاي. اذا معنى كده ان نرش حاجه زي الكي تي اس او حاجه زي الكي تي اس برضه من الحاجات اللي هو بيعمل لي تاثير مباشر على الفطريات وبيعمل لي بعض مشاكل هو قدري زي الوقت دي، وبرضه حل بعض المشاكل زي عقاقير الثمار اللي احنا بنشوفها اصلا في خلال الموسم لكن بنشوفها بعد ما نصدر المحصول بتاعنا ويطلع للخارج. الوقت دي زي ما كلنا عارفين بس هنعدي كده على الوقت دي وهو ازاي عشان برضه الناس تبقى عارفه الظروف احنا فيها دلوقتي وازاي نفرق بينهم. الوقت دي اصلا بنلاقي فيه جراثيم لونها رمادي مش ابيض عكس الاسم بتاع المرض، لونها رمادي موجود على سطح العلوي وموجود على السطح السفلي. وده نقطة مهمة جدا، جراثيم برضه موجودة على سطح العلوي وعلى سطح السفلي. الغرض الزرعي بيكون جراثيم موجودة على سطح السفلي فقط. الاقي ان احنا بنتأول بتبقى بيضة وبعد كده المنطقة اللي بتكون فيها الإصابة بتسود زي ما احنا شايفين اللي هي الصورة اللي على اليمين ديت. الإسواد نتيجة أصلا إن هو البادي لما بيكون موجود بيموت الخلايا ونتيجة إن الخلايا بتحول لون أسود. دوت موجود على الأوراق وده موجود برضه على الثمار أو على حبات ثلاثة في نفس الطريقة. ممكن البادي لما يكون موجود وضع عرض شائع جدا جدا في محاطين مختلفة، يعني الاقي ان الورق الاساسية اللي فيها الاصابة بتنفخ حتى لو مفيش جراثيم. يعني ممكن الاقي الورق مصاب ببياض دقيقي،
ورقه الدم لكنها مره جسد نتيجه ظهور الاصابه بوقت ايه، ولكن حتى لو مفيش جراثيم، حتى لو ظروف مش قادرين يتكون جراثيم هتلاقي بقى في العينه ممكن تلاقيك في الفراوله ممكن تلاقي فيها صفرات دي لكن مفيش تكسر خالص. لو عايز تميز حاله زي دي ان انت تاخد الورق اللي هو المنفوخ ده وتحطه في كيس كده كانه مليان هواء وتقفله، وتاني يوم تفتحه وتلاقي ريحه الزفاره بقت موجوده، فالله يرحمك تعالى تسوي البلاط دي حتى لو مفيش ضرر. اذا حتى بعض الفطريات ممكن تعمل لي مشاكل مش واضحه لكن بيقولها بطرق مختلفه ثانيه. لو انا بصيت على الصور ديت هلاقي ان في شكل الصوتين دول شكل الحمل الجرثوميه اللي هي حمله الكونيديان بتاعت البلاط دي، يعني انت اصلا بتشوف مظهر البلاط دي او جراثيم لو انت حطيت ورقه في مستوى عينيك وبصيت في الضوء كده تلاقي في اكنه مقشات واقفه زي ما احنا شايفين كده اهوت، وده بيميز ما بين شكل البلاط دي وشكل التراب. التراب جراثيم، البلاط دي جراثيم ملونه زي التراب بالظبط. عشان اميز انا بلاقي اصلا في المقشات ديت والضوء كده واقع على الورقه بالشكل اللي انا شايفينه في الصوره ديت، ولما انا بعمل اي حاجه بتاثر على البلاط دي بتموت الجراثيم بتاعته سواء مبيد او ملح او غيره، هلاقي الشكل اللي انا شايفه ده بقى مش موجود، هلاقي ان الحاجات اللي بقى شكل موجوده لما انا ابص عليها في الضوء بقت مش موجوده. ده بيبين لي كفاءه المعامله اللي انا عملها. ممكن الاقي البلاط دي موجود على العصبات، والبلاط دي ممكن لو موجود على العصبات يعني ممكن جدا يكون موجود في البريون، وممكن ياثر على الفتحه الثانيه لو كان موجود اصلا بشكل كبير. هلاقي البلاط دي موجوده برضه على الحاجات، ممكن من عند 6 مللي 8 مللي الاقي جراثيم موجوده بالشكل دوت برضه بيكون لونها رمادي، وممكن الاقي اصلا ان حسيت بالضرب على الحبات اللي بتبقى الاصابه الشديده. الباب دي ممكن يشوف الحبات طالما ده شبه مستوى السكر، اول ما يوصل شبه السكر المستوى اللي كان من 14 او 15 يبدا حتى لو في جراثيم والظروف نازله الاصابه ما بيحصلش اصابه بالباب دي في هذه الحاله. هنا اصلا بيكون في عندي خلايا ميته زي ما انا بقول لك في الخلايا نفس الحكايه على الحبات، لو انا اصلا مسحت المنطقه اللي فيها دي الاقي فيها موت انسجه واسودات بالشكل دوت. حاجات كتيره جدا بتساعد في مقاومه البلاط دي. احنا اتكلمنا عن الكبريت ممكن يكون اصلا بوتاسيوم، اتكلم عن صور بوتاسيوم فوسفيت يعني سواء بوتاسيوم مونو فوسفيت او بوتاسيوم باي فوسفيت او بوتاسيوم بولي فوسفيت، دي كلها مركبات اصلا صور مختلفه اصلا كلها بتساعد في المقاومه، واحيانا مش هو دي بس يمكن احنا يعني اشتغلنا بيها حاجات كتيره وامراض صعبه المفتحه، وزي احيانا بيبقى عندنا مرض موجود ما بقدرش ارش على تحارب وقفل المرض دوت، لكن بعض هذه الامراض لما انا بشار بتوقف المرض واقف ان انا امنع في نفس الوقت. يمكن ده بقى ربنا فرقان كتير على محصول فسد الاخبار بس كان بيحل المشكله. البوتاسيوم فوسفات اصلا هو ليه دور بتاثير على الفطريات بشكل مباشر لو تركيزه عالي، لو بنتكلم في 1% هو بيموت بشكل مباشر. لو بتكلم عن تركيزات اقل هو بيساعد في اصلا سبب البيكربونات غلط. القومه داخل النبات اللي صار البيكربونات. كده دوت المعروف معروف في العالم كله ان انا ممكن لو انا رشيت اصلا بوتاسيوم فوسفات عالي خالص مره كل 10 ايام انا بحسن المناعه داخل النبات القومه الحجرات المختلفه بنتكلم، ونفس الكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان اصلا مع حد لو حصل نزول البرد او الدم اللي متوقع ان هو ينزل عندنا في شهر 4 او شهر 5 الكرات اللي احنا بنشوفها ديت، لو انا رشيت برضه حاجه الحاجات ديت بيخليني ان النبات يتحمل هذه الظروف وتحمل الجهاز اللي حصل عليه ويخش الاصابه بالعافيه. احنا عارفين لو حصل اي حاجه زي دوت ودون مرض دوت وارد جدا وحصل في السنتين اللي فاتوا اتوقع انه ممكن يحصل السنه دي برضه، يعني لا قدر الله لو حصل احنا محتاجين نعمل حاجه معامله بعديه تكون مباشره عشان احنا نخش الاصابه بالفطريات وخاصه الاصابه بالعافيه. في نفس الوقت لو انا اصلا رش اساسا حاجه زي مركبات الفوسفور مع البوتاسيوم ايا كانت هي ايه يعني ايا كان مركبات البوتاسيوم مع الفوسفور هو بيساعدنا اصلا في تحمل الاجهاد اللي حادث نتيجه البرد دوت. رش البوتاسيوم فوسفيت، البوتاسيوم فوسفيت من الاملاح الثانيه اللي هي اصلا بتعمل لي مقاومه للفطريات بطريقه مباشره. اذا اصلا عندي المركبات اللي انا بتكلم عندي كلها هي مركبات بتحسن المناعه داخل النبات، وفي نفس الوقت انا بستغلها عشان اقاوم الفطريات، وبالتالي ان انا اقدر احل المشاكل مرضية بصورة اقدر اجمع بعدها في اي وقت، ما عنديش اثر متبقي، ما عنديش اصلا اضرار فيها. البوتاسيوم حاجه زي البوتاسيوم فوسفيت الاثر المتبقي بتاعه قصدي الام ار ال بتاعته انا كان عن 75 دي بتدوس حسب المحصول، وبالتالي الحاجات دي ممكن نشتغل بيها بدون مشاكل لحد كبير. البالز ده ممكن اعلق عليه ان احنا اصلا في ظروف السنه دي يعني برضه مقلقه جدا ان احنا عندنا اصلا بيبقى البالز الذهبي زي البالز دي
وقع صفرا وبيقول على السطح العلوي، ولكن بعد شويه بيقابلها على سطح سفلي وقع بيضاء. الجراثيم البيضاء ديت هي جراثيم الذهبي مش الدقيق، يعني هو الاسم عكس العكس العربي عشان بس المنتبهين. الجراثيم بيضاء زي ما بيقول على السطح السفلي فقط، ما بتبقاش على السطح العلوي على الاطلاق. الصورة ديت مش عندنا في مصر الحمد لله لحد الآن. الغاز الذهبي بره بيصيب الحبات ذات نفسها، وممكن يصيب الحبات أصلا في وقت مبكر من عند التسجيل كمان. يعني ممكن ظروف لو مناسبة يبقى في معطل على الأزهار، وعارف جدا إن ممكن يحصل عندنا غاز ذهبي. فالصورتين اللي فاتوا ديت واللي فاتوا بعرضها لحضراتكم عشان ننتبه لو حصل حاجة زي كده. إحنا عارفين ده غاز ذهبي، إن مودات الغاز الذهبي أو معاملات الغاز الذهبي تختلف تماما عن معاملات الغاز الدقيق. فلو ظهر حاجه زي كده محتاجين نتعامل معاها كانها غير ذهبي، ويا ريت لو حد شاف حاجه زي كده يعرفه. الى الان مش موجود عندنا على العناقيد، لكن تحت الظروف اللي احنا فيها بنتوقع ان هو ممكن يجي على العناقيد بعد كده. ده بس مقارنه كده بين البواد الذهبي والبواد الدقيق. عندنا البواد الاثنين، البواد الذهبي اللي هو اصلا في الورقه اللي هي فوق على الشمال خالص، ده هو الذهبي والبواد الدقيق. الاثنين بيكون فوق بقى على الصفرة، لكن البواد الدقيق في الذهبي ودي بيكون فوق على الصفرة على الاوراق والسطح العلوي. لان الغاز الجدائي بيكون فيه جراثيم كمان على الصخره، والاثنين ممكن يكونوا موجودين على الحبات زي ما احنا شايفين في العمود اللي تحت عندنا. وزي ما بقول الغاز الذهبي الى الان مش موجود على الحبات عندنا في مصر، مش موجود على المناقيد، لكن انا متوقع تحت ظروفنا بنمر بيها ديت مع تغير المناخ ممكن يحصل حاجه زي كده، وقدر عليها يبقى انها طول مكافحه حاجات بتتغير تبع الظروف الجديده دي. رش بعض المركبات زي كبريتات النحاس لوحده ملوش تاثير كبير، لكن في برضه رش مع حاجه زي مركبات زي الشتوزان او غيره، ده ممكن بيساعد في المقاومه داخل النبات دي اصلا، بيساعد في انتاج الفايتو اريكسنز. الفايتو اريكسنز دي مركبات كيماويه بتجي على النبات عشان يقاوم الامراض او الخطرات المختلفه. معروف في العنب ماده اسمها ريزفيراترول، دي ماده بتقاوم الفوتر بوترايتس، بتقاوم اصلا البواد الذهبي. وبرضه رش بعض الاملاح عندنا بيساعد ان هو الحاجات دي تتحسن، حتى تعرض النبات للاشعه هو نفسه بيحسن، بيساعد على هذه المركبات تتكون معاه. اذا برضه عايز اقول ان الرش كتير من الاملاح او استخدام الاملاح عندنا له دور في المناعه داخل النبات بشكل كبير جدا. الزراعه الميت هنا مش هتكلم عن دور الاملاح او عناصر فيه، لكن هو الحقيقه اعلى الصوره وخطوره المرض، وفي نفس الوقت الامراض الموت الرابيه او موت الاطارد. جميع اصغر الفاكهه دائما بتاكل نتيجه ان في خلل في الشجره بشكل او باخر. يعني لو انا عندي في مشاكل في عفان الجذور، في عندي ستريس على الشجره، بتوقع ان فرص الفايبرات بتزيد. هنا في الفتره الانتهائيه ديت بتلاقي في توقف في تفتح العيون في العنب. اسباب كتير ممكن تكون موجوده، ممكن يكون برد احد الاسباب، او الصفيع بيكون احد الاسباب. الصفيع ممكن يموت الخشب، ممكن يموت العيون، وفي نفس الوقت لو انا عندي عفان جذور، لو عندي أي حاجة مأثرة على الجذور، فرص البكتيريا الجاد على الشجرة تزود الإصابة على طول بالخطرات المسببة للطايبات، أو أصلا الخطرات موجودة وأثناء عملية التعليم أنا ما خدتش بالي، وبالتالي انتشرت وعملت مشكلة دي. ده الأرض اللي حضراتكم شايفينه أنا بختار إن أصلا حصل تفتح، وده أول تفتح يعني بيكون بوصل لحد حوالي 7 سم، بلاقي إن فيه تشوه في النبوات اللي طالعة زي ما إحنا شايفين، وفي نفس الوقت احتراق في حواف الأوراق. لما بشوف حاجة زي كده دوت مش عايز نقعد نفكر في اسباب كتيره، لان كل ما بنقعد نفكر في اسباب كتيره بعيده عن مشكله ان هو الباي باك، فانا بتاخر في اتخاذ القرار. كل ما اتاخر في اتخاذ القرار ما بعالجش بعد كده، او بمعنى اصح ان لما انا اعالج مش هاخد اصلا المحصول اللي انا عايزه. في الفتره الاخيره لو انا اخدت القرار الصح يطلع عندي نموات سليمه، ممكن اخد على ايه واخد كل حاجه. كل ما اتاخر في اتخاذ القرار انا ببقى فقدت المحصول في الحاجات دي، بعالجها باذن الله. هنشوف امتى ممكن اعالج وامتى ما اقدرش اعالج، لكن كل ما اتاخر في القرار انا ما بحدش بعد كده. نشوف حاجه ثانيه مثلا، لا ده ما ظهرش عندي في الصوره من تحت خالص، هنا واضحه خضراء كويسه جدا، وهي اصلا تروح ما فيش اي تفتح خالص، فيها تروح في تفتح وفي عدم تخفيف، تفتح وموت بعد التخفيف. لو انا قلت المشكله عندنا مشكله رش الدرمكس دوت اصلا وارد جدا، ان اصلا الناس لو بترش ما بتروش ما في خطا في تطبيق الرش ده بتاع الترميكس، تلاقي ان مفيش تفتح في بعض العيون. لكن زي ما بقول دايما ان انا عندي مشكله رش الترميكس، انا عندي مفيش تاثير في الخشب من جوه، مفيش ريحه تخمر، مفيش تلون على الخشب. لما انا بوصف العصابات ما بيش لون الترميكس مش هيعمل الكلام دوت. يعني لو انا ما رششت ترميكس
خشب او القصوة شكلها اصلا طبيعي بس في تاخر في التفتح، فدي الشبكه دلوقتي اتفتحت في ميعاده الطبيعي. لكن لو انا اصلا عندي مشكله برد او هواء صفيع، انهي خشب الاثر برد او صفيع؟ الخشب المستوي ولا الخشب المش مستوي؟ دايما الصفيع اللي اثر الخشب المش مستوي، الخشب الناي هو اللي بيأثر بصوره جامده جدا، لكن الخشب المعادي بيكون اصلا تاثره بالبرد او الصفيع بيكون اقل بكتير جدا. انهي الخشب الناي والخشب المستوي؟ بنتكلم عن النخاع، كل ما بيزيد قطر النخاع معناه كده الخشب بتاعنا ما هوش مستوي. قطر النخاع بقى كبير وبقى فيه تلون لون بني كامل، انا اصلا ممكن يكون عندي اثر برد ويكون عندي اصابه فطريه. لكن سواء كده او دلوقتي محتاج انا اعالج الفطريات، لان حتى لو كان عندي اثر برد فيطلعوا اصابه فطريه ويعمل لي موت وينزل لتحت. برضه هي المشكله ان احيانا لازم تتصور ان لو مشكله برد او صفيه وانا سبتها وخلاص يبقى الموضوع اتحل، انا برد وصفيه سبتها وخلاص. لا، بيعتوا عندهم برضه اصابه فطريه وبتنزل وبتعمل لي برضه دايبات وتعمل لي مشاكل بعد كده. لو انا عندي اثر برضه قديم وعمل موت في العيون واتوقع ان هو اصلا الموت دوت هو اللي خلى ان مفيش تفتح في العيون، الاصابه بالبرد دي اول ما الاقي فيه تاثر موجود على الاصابات الخصيه، في تلون على العصب الخصيه من بره، بيكون في سودات في الغموض الجامد اللي هيكون موجود عندي. وفي نفس الوقت انا هكون عارف اصلا السنه اللي فاتت كان عندي وادي كتير ولا ما كانش عندي وادي كتير. الحاجه الثانيه المهمه الوادي اصابه بيه بتكون عشوائيه، فلاقي عدم التفتح موجود في اي عيون عشوائيه سواء فوق او تحت. طبيعه العيون على القصمه بتاعت العنب ده نمط محدد، بيكون اصلا في تبادل في عيون، يعني واحد فوق وواحد تحت او اصلا نفسيه. فلو انا عندي جوز دي مش شرط يكون اصلا اصابه لعدم التفتح فوق او تحت. لكن لو انا عندي فطره بتاع طيب باك دايما عشان الفطره اصلا محب للحاء وبتحرك مع العصاره، فتلاقي العيون اللي مش مفتحه غالبا في اتجاه واحد، لما تلاقي العيون كلها لما فوق لما العيون كلها بتكون تحت لان مش مفتحه، وبالتالي في حاجه بتبين على طول ان عندي مشكله طيب باك محدده وماشيه في اللحاء بالشكل ده. في كل الاحوال احنا ممكن نعرف الكلام دوت باعراض مميزه جدا على الاصابات وعلى الاظهر، بلاقي في تلون بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. يمكن في الصوره اللي فوق على اليمين في جزء اخضر قطر 1 مللي في الداير من بره تحت الكلف وتحت الكلف وتحت الخشب وشكل الخشب من بره ده اللحاء. هي دي منطقه اللحاء دي الدايره قطرها 1 مللي دي. هي دي بيحصل فيها الاصابه في الفطريات بتاعتنا اللي بتعمل طيباك، هو اللي بينزل من خلالها يخش على الخشب ويكمل 100 كيلو من تحت ويعمل لي اللي هو الموت الرابعي. الشكل اللي هو عامل زي القطاع دوت او شكل الدي او حرف الدي اللي موجود في الصوره على الشمال فوق ديت، هي اصلا ده عرض مميز جدا للدايباك. لكن كل تلون داخل الخشب، لو انا قلت ان النخاع هي الدائره الصغيره جدا اللي في قلب الطفراح او في قلب العصبه، ده النخاع المنطقه ما بين النخاع وبين اللحاء اللي هو الواحد من الدائره دي كلها هي منطقه الخشب دي كلها اصلا هتلاقي برضه فيها اصابات بدور درجه من درجات اللون البني. دائما زي ما بقول الطايب باك دائما بيكون موجود في شجر في مشاكل، يا اما في تعليم مع وجود رطوبه، واساسا بيكون في مشاكل في عفان بذور او اي حاجه بصلها تفاهه الشجر الاساسيه. هل بعالج الطايب باك وبعدين بسيب الشجر وبعدين تحصل لي تاني اصابه ترجع تاني في شهر 6 و7؟ دي برضه بننبه ليها لما احنا اصلا بنعالج الفتره اللي فيها ديت اثار الطايب باك، لازم بعد المحصول او في شهر 6 و7 تكون درجه الحراره ترتفع، وبالتالي ممكن يحصل لي نمو تاني للفترات اللي عامله الطايب باك وتعمل لي موت الشجره تاني، ودي نموذج للشجر مات بعد ما تم تعلاجه وعليه نمو. الكلام ده كله بنعرفه اصلا في التعليم. وقت التقديم لو انا اصلا شفت انا اصلا الاصابات اللي انا بربيها عشان اخد منها المحصول بتاعي، لو انا فيها اي تلون بدرجه من الدرجات اللي شايفينها ديت، درجات التلون البني ديت اصلا كلها معناها ان الخشب بقى ميت. الخشب ميت دوت وانا سبته هيبان لي اصلا بعد كده في بدايه الموسم زي دلوقتي ان في حاجات مش ضاربه، في طرحات مش شغاله. الكلام دوت لو انا عرفت في وقت التقديم هشيل الحاجات ديت في وقت التقديم وهرش حاجه اصلا تكون جاهزيه في الوقت دوت هتحل لي المشاكل بالكامل، هبدا الموسم بعدها بشكل سليم. والحاجات دي ما انتبهتش ليها في وقت التقديم هلاقي ان في عدم تخرج التخريج في وقت دلوقتي، ونبدا نفكر ايه سبب التخريج، هل هو اصلا حاجه من حاجات احنا عملناها ولا مشاكل للطايب باك. في كل الاحوال الفتره اللي احنا فاتت لو لقينا حاجه زي كده بنقصها وبنرش حاجه جاهزيه عشان نقدر نشجع النبات مبدا يكمل نموه. ما اديش عندي العرض دوت مش موجود على الطرحات بس، ده هو بينزل من الطرح للذراع للجلد بتاعته، وبالتالي ماشي حد ان هو اتشاور، يعني في شاور اصلا حد يدفع 10 سم لو وصل الارض عشان يحل المشكله. فالموضوع مش الحته المصابه وخلاص وهنسيبها والتانيه مصابه وخلاص، لا ده هي اصلا بيكمل والتانيه ماشي مع اللحاء مع العصاره الى اقصى درجه لحد ما هو اتشاور الحل. ولذلك بتلاقي فيها احيانا الجزء نص الجزء سليم ونص الجزء اصلا ميت. نتيجه المسألة بقى الاصابه ديت هي اللي مشيت معانا.
الدراي باك زي ما اتفقنا محتاجين ناخد فيها قرارات وقت التقديم، محتاجين نتاكد ان البذور عندنا اصلا سليمه، ما عنديش مشاكل عامله اي حاجه عامله ستريس على الشجر، ما فيش مشاكل ملوحه. يعني الدراي باك في حد ذاته هو معرض وعرض برضه لمشاكل ثانيه محتاج ان انا احددها. الاعتال المهمه عندنا اللي ممكن اشوفها في الارض واللي بشوفهاش في عندي العفن الحمدي، والعفن الحمدي الحقيقه من الحاجات اللي هي في 2004 كانت سببت خسائر في منطقتين في جنوب افريقيا وشيلي، وصل خسائر 70% من المحصول على مزرعه الارض ذات نفسها، 70% من المحصول انتهى بسبب فترات دي فترات ضعيفه اصلا، فترات روميه ما هياش ممرضه، ولكن لما يكون عندها ظروف منازله اللي فيها اي جروح على الحبات او تشوهات بتعمل الاصابه بشكل كبير جدا. الفترات دي زي عندي فيها فترة زي رايزوبس، وده اصلا صورتين لصنف ابيض وصنف احمر، بيعمل اصلا تلون في البني او طرف دراسي البيج الغامق على الصنف الابيض، والاحمر نفس الكلام بيبوظ اللون الاحمر ذات نفسه. فدوت دي اول عرض، العرض الثاني بيعمل التشوهات او بيعمل سكيب سكين، ان القشره اصلا بتبوظ بسرعه في منطقه العفن، وفي نفس الوقت ده يكون جراثيم اللي هي بتاعت العفن الخبز اللي هي جراثيم الكريات السوداء اللي احنا متعودين عليها دي. الحاجات دي هي الحقيقه الفطر ده فطر موجود في كل مكان في الدنيا، فطر ضعيف ملوش اي نشاط، لكن وانس ان العنب بقى فيه تشوهات الفطر ده بيشتغل، ولما بيشتغل معظم الدرك ما بيجيبوش. الحاجه اللي ممكن يجيبوا بعض الاملاح اللي احنا اتكلمنا عنها، لكن معظم المبيدات يمكن بس بيض الرفراع هو اللي ممكن يكافحوا، لكن بقيه المبيدات معظمها ما بيأثرش في الفترات دي. هنشوف نموذج تاني، ده شكل الرايزوبس عشان تشوف بس ازاي نميز بينهم وبين الفطرايتس. ده عندي مثلا جراثيم بتبقى طالعه على الحبايه اللي انا بصيت عليها بتكبير بسيط كده اهوت، هلاقي ان في جراثيم عباره عن زي المقاشات طالعه لفوق عليها كريات سوداء فوق، دي كلها بتعبر عن شكل الفطر ذات نفسه. ممكن الاقي في عندي عفن اسود الصوره على الشمال في نقطه سوداء كده فوق سوداء في نص العمود، ده ممكن تكون موجوده عندي برضه في الشوارع، ويكون عندي في رطوبه لو في ميه زياده على الحبات هلاقي ان في تلون جراثيم. ديت هي عفن النبي بتاع البصل، هو اللي بيعمل الكلام دوت عندنا في العنب في الصوره اللي على الشمال. العلمين ده عندي بتاع عباره عن رايزوبس برضو. على فكره الزبادير السنايدر دوت وبتاع العفن النبي ممكن يعمل نزل الحبات المصابه وتنزل على المصاب وينزل على بيت العمود ويخلي العمود كله يبقى مصاب، ده داخل الارض. الصوره دي برضه انا بعرضها عشان حاجه ثانيه خالص، ان احيانا بيكون عندي فيه ذباب منزلي بيكون موجود اصلا عندي في المزرعه بشكل كبير نتيجه وجود مخلفات عضويه، مخلفات بقى بتاع البني ادمين، اي مخلفات انتوا بتجيبوها في المزارع وتساب بشكل كبير بتربي الذباب. لو انتوا شفتوا اصلا ده صوره شجره من هنا الذباب ازاي، دي كانت حوشه اصلا بالكامل من الشجره او منطقه ممكن تكون اصلا موجوده على العناقيد، دي كلها بتعمل تجريح في العناقيد وبتدخل بتعمل تصور رد مرض اصلا ضعيف، مرض تقريبا مش موجود، لكن لما بيكون موجود ما بنعرفش نعالجه الا بعض الابتدائي. الريزوز دوت اصلا برضه ما بيشتغلش درجه حراره مخفضه، يعني تحت 5 درجه ميه ما بيشتغلش، لكن برضه دوت لو انا اصلا في اصابه فيه وسمعنا بتتساب فوق 5 مئويه هيشتغل بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، لكن داخل الثلاجه ممكن الاقي يعني دوت الفوتو دوت موجود وعامل صوره. لو لقيت صدر يعني كراتين فيها الكلام دوت معناها ان انا ما عملتش معناها ان انا اصلا غطيت الكراتين، وبقت الفتره ما بين تغطيه الكراتين او تعليق او تغطيتها ووصولها للكوري كانت فتره طويله، فحصل تكسيس ميه وبدات تقدر تشتغل عندنا. بس لو فتره ممكن تشتغل على العنب على الشجره ممكن تشتغل في داخل الكراتين ذات نفسها. زي ما بقول الفطر دوت فطر يعني مش شائع كتير، لكن لما بيكون موجود ما بنعرفش الحل الاساسي ان امنع وجود تشوهات، وهنتكلم في ده تاني. العفن الرمادي غالبا ما بنشوفوش في الارض غالبا، لكن احيانا بنشوفه في صوره حاجه زي كده. ده اصلا هو اسمه الفوتو جاي نتيجه الجراثيم ذات نفسها، بيخلي اصلا برضه زي ما قلنا على الدور او الصور درجه من درجات اللون البني. ممكن الاقيها على الشجر بالشكل دوت، في حلقات في دوم موت على الحبال في حلقات، لا هنا مفيش تباصم خالص، لكن ده برضه ده عرض بتاع الفوتوريزم. الحقيقه بقول لكم الحاجات دي عشان اقول لكم ان ممكن انت عندك الارض شكلها سليم عشان تاخد محصول وتصدره وحاطط داخل الثلاجه تبقى فيها عفان بشكل كبير جدا، بس انا بتصور كلها حمرا دلوقتي تزيير لحد بجنب. ده بس الصوره برضه بتبين لي بقع موجودة على الورقة اللي فوق ديت، دي مهمة جدا، دي البقعة دي تصور بتاع الفرايدس اللي هو بيسود ورق بسودة جامدة جدا. الورق اللي ميت أصلا على الأرض ده أثناء عملية التوليف ممكن
الحاجات دي كلها الحقيقه عن طريق الاملاح ممكن نتحكم فيها على طريق حاجات زي البوتاسيوم، صور بوتاسيوم وصور فوسفور، صور بوتاسيوم وصور الكالسيوم ممكن تتم جدا في حل هذه المشكله. ده صوره البوتاس ده عند الوصول بره بلاقي لون عيبه بالشكل ده، بتتصور احنا ما كناش شايفينها واحنا بنعبي. اللون البني اصلا نتيجه ان الفوتو اصلا بيفرز انزيمات اسمها انزيم اللاكيز، ده اللي بيحول اللون لاكسيد الفولات زي كده بتبقى حاجه تفاحه، ده بيتحول لونها من لون ابيض للون البني نتيجه افراز الانزيمات ديت، فهي بتعمل عمليه التلون البني. هو نفس الكلام الفوتو بيفرز هذه الانزيمات فبتعمل اكسده الفولات ودي اللون البني. هي مجموعه كتيره من الانزيمات الفوتو الابيض بيفرزها مش هشغلكم بيها، لكن عايز اقول اساسا الانزيمات دي كلها عشان تشتغل محتاجه يكونش عندي محتوى الكالسيوم نبات عالي ولا محتوى المغنيسيوم عالي. لو انا بزود محتوى الكالسيوم والمغنيسيوم داخل النبات انا بقلل من سطح دي الانزيمات، وبالتالي حتى لو الفطر عندي موجود انا بقلل معدل نمو العقل داخل العنب اساسا. لو انا عنده وانا رشيطه انا بمنع الفطر ان هو يشتغل، ولو اشتغل اصلا بمنع حركته داخل الخلايا ذات نفسها. لو انا قلت اساسا الفطر بتاعنا عشان يشتغل محتاج يحلل البروتين يدوب جوه الخلايا، ممكن يحاول يحلل السترول عشان يخلي اصلا العصير بتاع الخلايا يطلع لبره. لما انا اصلا بضيف اي حاجه فيها برش اي حاجه فيها بوتاسيوم، البوتاسيوم هو اصلا بيقلل نشاط هذه الانزيمات، لما برش كالسيوم برش مغنيسيوم بيقلل نشاط هذه الانزيمات، وبالتالي بقدر ان انا امنع نشاط الفطر وامنع حدوث العفن بالتالي. الصوره بس دي الوحيده اللي عندنا على نقص عنصر البوتاسيوم اللي هي مهمه. الحقيقه ان عندنا اصناف البيضه كتير قوي بتتاثر بشده بنقص عنصر البوتاسيوم، ولاقي فيها مظهر الزبيب. احنا ده عاوزين بدرجات من الضفاده، اما البول عنود بيتيب كله من تحت وده بيحصل كتير قوي، او بتلاقي حبات متناسبه فيها لون الزبيب، وده برضه نتيجه نقص البوتاسيوم ونتيجه اصلا بيكون في عندي اصابه فطر. صغير الاصناف ده بيعمل عقم رمادي بينشف برضه الحبات من هذه الطريق. اذا برضه محتاج وانا رشيط اصلا بوتاسيوم ان هو ده بعالج المشكله. نقصه بيعمل كتير لوحده. لا ده عنصر البوتاسيوم لوحده. ونعتبرنا بحكم موضوعات وبعد كده نسال بقى زي ما انتم عايزين يعني ان شاء الله. الانترنيا اصلا كان عندنا زمان فتره مهمه جدا على العنب، الاصناف الحمراء كلها تاخد صوره بشكل كبير جدا، وتلاقي اصلا ان حبايه عليها بطشه مقبوله ما بيعملش زي البوترايس ما بيعملش عش ما بيعملش حبات تمسك بعضيها، بيخلي بطش موجوده والحبايه بتفرد ميه فيها، وكنا لها لون بني اسف لون اخضر سويد اخضر رمادي. ده شكل الانترنيا. لو تنالي من ساعه احنا لما بدانا نهتم بالتصدير احنا اهتمينا جدا بالتسميم، فبدا يبقى ما عندناش كمان التسميم بالتحديد اهتمينا بالكالسيوم واهتمينا بالمغنيسيوم، فبدا يبقى نشاط المغنيسي التنالي هي مش موجود عندنا. بدا في السنين الاخيره بدا يظهر عندي عرض مره ثانيه، يعني اخر سنتين بدا يظهر عندي عرض التنالي على الحبات مره ثانيه. ده بالتاكيد بيؤشر لي على طول ان معنى كده في عندي مشاكل في تسميم الكالسيوم والمغنيسيوم. ممكن يكون انا بستمدهم بشكل كويس قوي لكن بستمدهم في وقت مش مناسب. وقت مش مناسب معناها ايه؟ معناها لو حصل تراكم جلوكوجين داخل النبات وحتى بعد كده وانا اديت كالسيوم ومغنيسيوم النبات مش هيحصل صوت. يعني انا من الصدام ان انا سميت تسميت كويس لكن النبات مش هيحصل صوت. زي ما كده قلنا في الاول خالص ان عندي عفان بذور ما بيستفيدش النبات بكل برامج التسميد، وبرضه نفس الكلام لو عندي زياده في تسميت النيتروجين بيحصل عندي منع امتصاص الكالسيوم ومغنيسيوم برغم ان انا برشهم بعد كده. الزياده اصلا ممكن ما تجيش نتيجه انا زودت الوحدات. لكن الزياده ممكن تيجي نتيجه فقط ان انا ضربات حراره منخفضه زي احنا بنمر بيها الفتره ديت، كل ما بتخفض درجه الحراره بيكون فرص ان النبات يستهلك النيتروجين بيكون اعلى وفرصه بتكون اعلى، وبالتالي لما انا اتاخر انا في فتره متاخره يعني ما بيكونش عندي استفاده من الكالسيوم ولا المغنيسيوم. لذلك احنا يعني انا شخصيا بنصح لازم نرش كالسيوم ومغنيسيوم قبل فيه من قبل التزيير، كنا عملت رشتين وبعد التزيير عملت ثلاث او اربع حسب ما بتاع ليا الوقت. لو انا ما عملتش الكلام دوت الاقي بقى في مشاكل اللي احنا هنشوفها كده مع بعض غير الاوتانيا دي. الاقي براكت كيم هو معروف سنه براكت كيم نتيجه نقص كالسيوم ومغنيسيوم وزيت نيتروجين او كلهم مع بعض، ده برضه شكل براكت كيم. وفي نفس الوقت عندي الحبه المائيه او الروتر بيرو هم كلهم نفس الاجزاء هم مرتبطين ببعض نتيجه مرتبط براكت كيم ومرتبط براكت كيم ايا كان انت في ايه. هي المشكله عندنا ان هو الدكتور انت بتعمل وبتدي كفايه لكن اصلا انت ما اديتش نتيجه ان انت التوقيت بتاع التطبيق ما كانش مناسب عندنا. طيب الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي اسمها اللي هو السكين نكروزس او موت الاسيريا بتاع دوران السمره او بتاعت المحور السمره الاساسيه، اسبابها نسبه عاليه عشان نحلها محتاجين نسبه عاليه من لو عندي نسبه عاليه من
والبوتاسيوم دي برضه نقطه ثانيه هي. بقول لو عندي تراكم بعض العناصر بيأثر على رمزات عناصر ثانيه. لو انا ما اتكلمتش كده بالترتيب قبل كده عن النيتروجين والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، لو انا عندي زياده في النيتروجين بيأثر على رمزات عناصر، لو عندي زياده في البوتاسيوم بيأثر على العناصر اللي بعديه وهكذا. فبالتالي انا محتاج، عشان كده انا محتاج افكر في رش او استغلال الكالسيوم والمغنيسيوم من بدري، عشان لو ما ظبطهمش في وقت مناسب هيحصل لي اعراض المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها كلها بعد كده. حتى تشاور الحبات، هو انا عندي نقص في الكالسيوم بيزداد فرص تشاور الحبات. تشاور الحبات دي ممكن تحصل بعد الحصاد، ممكن تحصل قبل الحصاد. بعد الحصاد يعني بيحصل احيانا بتقابل كاروتين في العلب ما فيهوش اي مشاكل خالص، العلب بيوصل بره كل التشاور. لو انت تيجي بس ان حصل تكثيف ميه اثناء الشحن نتيجه عدم شبع درجه الحراره بتعلى وبتوطى، بتكثف ميه. لو كثفت ميه على بعض الاشخاص زي الكريم حساس جدا لاي ميه بتكون موجوده عليه فيعمل شعرات على طول. فلما الاقي ان في عندي انا بره وسط في الشقات، انا بعرف على طول ان في عندي تبدل في درجات الحراره اللي هي بتاعتنا اللي عامل ضغط الخارج للتصدير. ممكن دلوقتي تكون المشكله في الكونتينر في اثناء الشحن، ممكن تكون المشكله في اثناء التخزين بعد ما وصل للدوله بره. الحاجات دي كلها بتعرفني ان العاده الناس بتستغرب ازاي حبيت عنب اصلا سليم ووصل بره اصلا كله مشاكل. ده اللي انا بتكلم عليها، انا اصلا حبيته سليم. دي صوره بصوره شقات، لكن هنا اصلا صوره شقات اصلا في قلب المزرعه دي. يعني شقه ممكن يحصل عليها في قلب المزرعه نتيجه برضه وجود ميه او تكثيف ميه او شبوره عاليه على الحبات. زي ما بقول الفتره العشانيه ما عندي وجود ميه مستحب ان انا قدر الامكان ما ارشش اي حاجه خالص. ده الافضل طبعا. زياده الكالسيوم بتساعدني في حل برضه هذه المشكله. ممكن يكون تشاور نتيجه وجود ميه حره، ممكن يكون نتيجه اصلا نقص الكالسيوم والمغنيسيوم، ممكن يكون نتيجه تذبذب الري. يعني انا ما فيش كميات ميه منتظمه، ممكن اكون بدي كميات ميه ثابته لكن درجه الحراره بتختلف من جو حار جدا لحر بارد. في الفتره ديت جميل ان انا عندي انتظام في الري بيعمل السؤال. واحد شايف ان عنده حبات صغيره فعايز يزود الحجم مفترض ويزود كميات ميه مره واحده يعمل برضه السؤال. الحاجات دي كلها من الحاجات دي بتعمل لي مشاكل في اثناء التصدير. بس انا مشكله الكبريت زي ما اتفقنا من الحاجات المهمه. لا حب صور الكبريت، لكن اصلا انا استخدمت نسو بقى بشكل مش مناسب، نوع مش كويس بيعمل لي عمليه بليتشنج او جدار الحبات ذات نفسها وبيغير لون الحبه بيخليها لونها ابيض بدل ما يكون لونها احمر. لكن المشكله الاكبر سواء بقى كان ابيض او احمر ان هو بيجي في الشوارع انا مش شايفها. الشوارع دي هي ممكن تعمل لي اعتاب في الاستثمار بعد كده. زي ما احنا شايفين دوت اتصور المفروض ان سامسونج كبريت تعمل لي حمايه بيقتل جرثومة الفطرة حتى الحبايه المصابه. ما يعديش يطوع الثمره اللي جنبيها، لكن لو انا اصلا عندي نوع الفاج ما هوش كويس بيطلع لنا سامسونج كبريت بسرعه مع الرطوبه وبالتالي بيخلي فرص يابس العفن ان الرمادي بتزيد بدل ما تزيد. ده لون ابيض لكن هو احمر رمادي لكن بيعدي متقسمه وهو دوت متاح وممكن يكون موجود. يعني عايزين نقول الكلام دوت في الاخر ان احنا عندنا طريق من الاملاح بتساعد ان انا اتخلص من مشاكل عفن الجذور. ممكن اقاوم بيها مرض دي وزرعي بشكل كبير، وممكن ان انا اتخلص احل مشاكل عفن الاستثمار من خلال هذه العناصر. بعض العناصر بتخش في سمه المقاومه، بعضها بيخش في تغليظ جذور الخلايا. نتكلم عن الكالسيوم بيغير جذور الخلايا، نتكلم عن السيليكات بيغير جذور الخلايا، نتكلم عن البوتاسيوم بيغير جذور بيخش تكون السيلوز فبرضه بيحافظ على السيلوز حوالين الحبه ذات نفسها. ناقص العناصر دي بتسبب اضرار مباشره ناقص عناصر، وفي نفس الوقت بيزداد ازدياد تلوث الامراض اللي احنا بنتكلم فيها. معلش انا اسف اتكلمت بسرعه بس يعني ايه تقدر تسرع كده.